فتاة دخلت قاعة الامتحانات دون مذاكرة ولا حرف ونجحت بامتياز. هذه قصة أنقلها إليكم وهي ليست من تأليف مؤلف أو من نسيج خيال روائي، إنما هي قصة واقعية حدثت لإحدى الفتيات في إحدى المدارس وهي بقاعة الاختبارات. ولقد نقلت وقائع هذه القصة المؤثرة إحدى المعلمات التي كانت حاضرة لتلك القصة، والقصة تقول: إن فتاة في قاعة الامتحانات دخلت وهي في حالة إعياء وإجهاد واضح على محياها، وجلست في مكانها المخصص في القاعة وتسلمت أوراق الامتحان. وأثناء انقضاء الوقت لاحظت المعلمة تلك الفتاة التي لم تكتب أي حرف على ورقة إجابتها حتى بعد أن مضى نصف زمن الامتحان، فأثار ذلك انتباه تلك المعلمة، فركزت اهتمامها ونظراتها على تلك الفتاة، وبدون مقدمات وفجأة أخذت تلك الفتاة في الكتابة على ورقة الإجابة وبدأت في حل أسئلة الاختبار بسرعة أثارت استغراب ودهشة المعلمة التي كانت تراقبها، وفي لحظات انتهت من حل جميع أسئلة الامتحان. وهذا ما زاد دهشة تلك المعلمة التي أخذت تزيد من مراقبتها لتلك الفتاة لعلها تستخدم أسلوبا جديدا في الغش، ولكنها لم تلاحظ أي شيء قد يساعدها على الإجابة. وبعد أن سلمت الفتاة أوراق الإجابة سألتها المعلمة: ما الذي حدث معها؟ فكانت الإجابة المذهلة والمؤثرة والمبكية: أتدرون ماذا قالت؟ إليكم ما قالته تلك الفتاة. لقد قالت تلك الفتاة أنها قضت ليلة هذا الاختبار سهرانة إلى الصباح. ماذا تتوقعون أن تكون سهرة هذه الفتاة؟ تقول الفتاة: قضيت تلك الليلة وأنا أمرض وأعتني بوالدتي المريضة دون أن أذاكر أو أراجع درس الغد، ومع هذا أتيت إلى الاختبار ولعلي أستطيع أن أفعل شيئا في الامتحان. ثم رأيت ورقة الامتحانات وفي بداية الأمر لم أستطع أن أجب على أي سؤال، فما كان مني إلا أن سألت الله عز وجل بأحب الأعمال إلي وما قمت به من اعتناء بأم المريضة إلا لوجه الله وبرا بها. وفي لحظات والحديث للفتاة استجاب الله لدعائي، وكأني أرى الكتاب أمامي، وبدأت بالكتابة بالسرعة التي ترينها، وهذا ما حصل لي بالضبط، وأشكر الله على استجابته لدعائي. فعلا هي قصة مؤثرة توضح عظيم بر الوالدين وأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فجزى الله تلك الفتاة خيرا وحفظها لأمها. في النهاية أقص عليكم هذه القصة لأدعو كل من كان له أب وأم أن يستغلهما في مرضات الله تعالى وأن يبرهما قبل وبعد موتهما، وأرجو أن تكون هذه رسالة واضحة لمن هو مقصر في حق والديه، أن يرجع ويستغفر الله ويعمل على بر والديه.